يقول: وبعض الناس عند سلام الإمام التسليمة الأولى يقوم مباشرة لقضاء ما عليه، فهل هذا الفعل صحيح أم لا بد من الانتظار؟ لا، صحيح هذا، يصبر لما يسلم الإمام الثانية. يقول الفقهاء: إذا قام قبل التسليمة الثانية انقلبت صلاته نافلة، انقلبت صلاته نافلة، ينتظر إلى أن يسلم الإمام التسليمة الثانية. نعم.